السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فيقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذا فإن الله يقول: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله تعالى موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا فإنه موصول لإخواننا الذين يبذلون معنا جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم سلمهم الله. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ جزاك الله عما خير. الله يبارك في عمرك. الحمد لله. أنا دلوقتي مطلقة، وبيني وبين جوزي زوجي مشاكل، يعني محاكم ونفقة وكلام من ده. فهو النفقة كانت متحددة مثلا هي اترفعت مثلا سنة، وبعد كده خدتها السنة اللي بعدها، ففي سنة هحسبها متجمد. هل يجوز إن أنا أرفعها عليه؟ هو كان بيصرف في السنة دي بسيط جدا. يعني إذا كنت أخذت حقك خلاص لا ترفع لي قضية. ما أخذت حقك؟ ما أخذتش حقي، وهو مش راضي يديني ورقة طليقة عشان أرفع حقي، ومش رافض يديني حقي. يعني مش أنت رافعة قضية إنك مطلقة؟ أنت مطلقة الآن ولا غير مطلقة؟ أنا مطلقة، بس هو مش راضي يبعت لي ورقتي. مطلقة رسميا ولا شفويا؟ شفويا طلقة تانية، ومعايا أطفال ومعايا طفل مريض، والنفقة مش بتكفيني. أنا بتكلم في متجمد، في سنة اتحكمت عليه بس ما دفعهاش. سنة أول سنة اتحكمت عليه بس ما دفعهاش. وجزاء سيئة سيئة مثلها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى، أخبار حضرتك إيه؟ بخير الحمد لله. ربنا ينفع بيك يا رب. وبيك. بقول لك يا شيخ، كنت بسألك، كان والدي كان عامل مشكلة مع يعني خلاني وكده من حوالي 20 سنة، ومع ستي برضو اللي هي والدة أمي وكده. للأسف برضو منعنا برضو من زيارتهم وكده. يعني إذا استطعت أن تزورهم وتصلهم بأية طريقة من طرق الوصل التي لا تولد مفسدة فزرهم، هم أرحام لك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى اتفضل. استأذنك شيخ مصطفى، كان معايا مبلغ من المال، كنت مدخره لشراء شقة، لأن أنا مش معايا شقة تمليك، ولكن أنا وزوجتي نرغب بالذهاب للعمرة. المال حاليا لا يكفي لشراء شقة تمليك، والعمرة يعني تتجاوز 80,000 مثلا. إيه رأي حضرتك؟ يعني أولى أروح وأرجع أدخر أكمل، ولا الأولى إن أنا أحوش عشان أدخر لشراء شقة؟ والله أنا أحب ما علي مثلا لو أخرت الموضوع لغاية ما اشتري شقة، يعني هيتأخر سنين، مش لأن الموضوع يعني صعب زي ما حضرتك عارف. يعني نصيحة حضرتك إيه؟ أتوكل على الله وأجهز، ولا هذا يعني مخالف للحكمة؟ والله أنا أحب إنك يكون عندك مسكن تسكن فيه أحسن من الإيجار. أيوه، الإيجار طبعا أمر قاسي ومرهق في الزمن دوت طبعا. والعمرة مثلا يعني حاليا أصبحت غالية جدا، والمبلغ في حد ذاته حاليا لا يشتري شقة، لا
لكن يزيد عن ثمن العمرة بمبلغ يعني يسير يعني. على كل إن لو أنت بالخيار اشتري شقة والله أعلم واستقل فيها، وربنا يأجرك بنيتك عن العمرة. السلام عليكم. وجزاك خير، جزاك الله خير طه أبو أسامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده شيخ مصطفى. الحمد لله بخير. والله أنا بحبك في الله. حبك الله الذي أحببتنا فيه. كنت عاوز أعرف كيفية رفع السبابة في التشهد الأخير. هكذا الواحد يثبتها ولا حضرتك؟ ثبتها شكرا، ثبتها وأصلح الله بالك يا ميلاد. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. حضرتك مجانا. الحمد لله. أخ كان يعني يبي يعني عايز يقول إن هو قوي في عزومته الواحد، فقال له علي الطلاق لعشاك عندنا النهارده. فالراجل ده ما برش بقسم. فبيس الطلاق كده يعني يعني ايه وضعه بالظبط؟ لا 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 شيء، هذا لغو. نعم جزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله أنا بخير. بعد إذنك يا شيخ أنا عايز أسألك في حاجة كده. تفضلي. بسم الله. أنا دخلت شريكة يا شيخ أنا وواحدة في محل. أي. وبعدين الظروف ما بقى عايزين نفض الشراكة دي. فالوقت هنفضها على أي أساس؟ هل هنتحاسب على السعر القديم اللي إحنا كنا شارين بالبضاعة؟ ولا هنتحسب على السعر الجديد اللي هو سعر اليوم؟ على سعر اليوم. هي مش رفضت يا شيخ الكلام ده، وقالت لي لا هحاسبك على الفاتورة القديمة. خلاص ظلماتك. ولا ناخد انا السلام، ولا انا اشترينا السلع. انا قلت لها خلاص اديني بالفلوس بتاعتي بضاعة، رفضت برضو. فانا قلت هسأل حضرتك برضو وهسمعها المكالمة دي ان شاء الله. ما هو احنا عندنا في التخرجات واحد يقسم والثاني يختار وتحلت المشكله. يا انت تقسم. هي مش راضيه اصلا يا شيخ. ولدي. طب نعمل ايه؟ طيب انا لست ليس ظالمه، ماذا اصنع؟ علي. خلاص. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. الفتاوى؟ نعم الفتاوى. طيب ممكن نكلم الشيخ؟ معك تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا ساكنين في مدينة تبعد عن المدينة اللي زوجي شغال فيها حوالي 100 كيلو. فدلوقتي هو ليه ان هو يقصر في الصلاة؟ له. نعم. هو مثلا بيروح يوميا المدينة دي، بيروح يوميا. يجوز ان يقصر يوميا. يقصر عادي؟ ايوه. طيب وانا مثلا لو رحت وبيتنا في المدينه دي ممكن ان انا مثلا اقصر معاه يومين مثلا عادي؟ ممكن. ماشي. طيب ممكن معلش صفه الصلاه مثلا بتاعت الظهر والعصر ليا ان انا اقصر واصلي 4 ركعات او اصلي ركعتين؟ قلت لك لكن تقصري يعني صلي ركعتين. طيب والجمع؟ طيب يعني ممكن اجمع وما اقصرش؟ لا، إذا جمعت، إذا قصرت تجمعي، إذا جمعت تقصري. إذا جمعت أقصر. أيوه. طيب ماشي. طيب وممكن بس سؤال تاني مع دلوقتي أنا مثلا عندي شقة مثلا وشقة تانية تمليك. ماشي. بعدين وبعد يا أختي. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. عندي سؤالين بس يا رب الخط ما يقطعش. بس أما السؤال الأول، خالتي يأتيها في الحلم قطة. ترى قطة. لا، الأحلام ليس هنا تفسير أحلام، هنا فتاوى. خلاص تمام ماشي إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا الفاضل. وفيك بارك الله، تفضل. والله إني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. نسألك الدعاء بصلاح الحال يا شيخنا وتيسير الرزق كده، لأن
الله يصلح حالنا وحالك. الدنيا بمضغطة كده على الناس كلها. الله يصلح حالنا وحالك ويسر لنا ولك يا رب. آمين يا رب، جزاكم الله خير. وعليكم السلام. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، نشهد الله أننا نحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. لي سؤال عنك يا شيخ. تفضل. أخي في القوات المسلحة في الجيش. نعم. وهو ماسك يعني مثلا مكتب شغال فيه، فما بيعرفش يطلع يصلي أثناء وقت الصلاة حتى يوم الجمعة، وهو زعلان إن هو يعني ما بيقدرش يطلع وكده. فهل مضطر بيصلي الصلاة في وقتها أم لا؟ مش عارف والله. يعني هو بيصلي في مكانه. ايوه بيصلي في مكانه حسن للاضطرار، لكن هل يترك الصلاة حتى ياخذ وقتها ولا لا؟ لا لا لا، بيصلي في وقتها. خلاص ان شاء الله نسأل الله القبول، وهذه ضرورة. لأن هو زعلان وكده يعني. ضرورة، الله يحفظك. طب دعوتك للشيخ، ربنا يبارك فيك. الله يبارك لك فيه يا رب. بارك الله فيك يا سيدة صوي. السلام عليكم. الله يعافيها. الو. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت يا شيخ، ممكن حضرتك لو في واحد مثلا بيغسل الموتى. ايوه. بيغسل المتوفين. ايوه. قبل ما بيغسلهم بيسأله هو بيصلي ولا لا؟ لو بيصلي بيغسله، لو ما بيصليش بيسيبه ويمشي، فهل هذا عليه اسم؟ وليس عليه اسم، لأن التغسيل ليس بواجب عليه، يقوم به أحد آخر. لأن كل نوع كفف يعني ما تحسبش عند ربنا ولا حاجة. لا، وفي مغسلون آخرون، لكن عموما إذا كان يرى أن تارك الصلاة كافر لا نختار هذا المذهب. ما عشان بيحصل بس مشاكل بعد كده ويقولوا لا أنت ما كفرش حد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله. بص يا شيخنا، انا عندي سؤال. اتفضل. في امام عندنا في الجامع تبع الاوقاف. ايوه. يعني لما يصلي النوافل لوحده بيصلي بسرعه. انت مالك وماله الان في النوافل؟ كلامنا على الفريضه. انا اي حاجه اتحدث اليه يا اخي الكريم. الفريضه الان ده غلط يا اخي. اسمع، الفريضه يصليها بكم صلاه طيبه ام لا؟ يصلي بنا صلاه طيبه. خلاص، انصحوا في الاخرى التي لنفسي، لكن الحمد لله صلاتكم طيبه، صلوا بعده. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. بس ليا طلب يا شيخ، مش ليا سؤال. اتفضل. انا اخويا هيزرع كلى، وكنت عايز حضرتك معلش تدعي له والناس تأمن بعد اذنك. الله يعافيه من عنده. الله يعافيه من عنده. الله يعافيه. الله يعافيه. بالله عليك بإخلاص يا شيخ، بالله عليك. الله يعافيه من عنده. الله يعافيه من عنده. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ. تفضل. فكنت بس عندي بعمل العقيقة بتاعت الأولاد، وطبعا لقيت إن في جمعيات خيرية بتذبح في أفريقيا، والسعر هناك يعني متهاود، إن أنا عندي أربع أولاد. على كل جائز، وعملوها في بلدك أفضل. يعني ده جائز برضه. جائز. تمام، شكرا فضيلة. الله يكرمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. شيخ مصطفى، واحد مغترب يعني خارج مصر، وعنده في مكان سكنه أربع قطط، هو بيصرف عليهم كل شهر ما يقارب من $50، ولكن مشاعره مشتتة، يعني ما بين إن فيه ناس أولى هو مدين، هو نفس الشخص مدين أو مديون يعني، وهو مشتت ما بين إن فيه ناس أولى، ناس فقراء ومساكين أولى بالـ$50 دول، وفي نفس الوقت القطط هو بيرحمهم من شده تعلقهم بيه، وما فيش اكل في المنطقه اللي هو فيها. طيب يقرضهم لاي واحد، يبيعهم لاي شخص. لا، مش من القطط اللي بتتباع، قطط عادي بتاعت شوارع يعني. خلاص، يبقى في الشوارع. يعني دلوقتي انا مخير بين حاجتين، يا اما اصرف عليهم $50 كل شهر وبحتسبهم لله، ولا اسيبهم بقى يعملوا اللي يعملوا، ياكلوا ولا ما ياكلوش، يعيشوا ولا يموتوا، ولا ايه الحل يعني؟ لو مكاني هتعمل ايه؟
والله يعني النبي عليه السلام لما قال دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فإذا تركتها لا تأثم. الله يبارك فيك يا شيخ. 50 دولار الآن بقى 1500 جنيه صح؟ حوالي 1750 جنيه. تكفي الأسرة. ولكن تدمر نفسها. بارك الله فيك يا حنان فكري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ، بارك الله فيك وحفظك الله. تفضل. شيخنا كان عندي سؤال، معلش وقفت شوية بس. نعم. عايز أعرف عندي سؤال عن حضرتك بس. اتفضل. هل حضرتك حضرت ورأيت الشيخ الألباني رحمه الله؟ إي نعم الحمد لله. بارك الله فيك يا شيخ. الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان عندي استفسار كده، كان عندي وظيفة، جات لي وظيفة كمحاسب في مكتب التأمينات، وأنا عارف إن التأمينات التجارية حرام، فهل العمل كمحاسب في المجال ده برضو ابتعد عليا ولا اتركها؟ ابتعد عنها. نعم؟ ابتعد عنها. ابتعد عنها؟ ايوه. سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله شيخ مصطفى. نعم. حضرتك ادانا الهدى والتوفيق بالله عليك. الله يوفقنا واياك لكل خير يا رب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. هل القراءة السريعة للذكر تقلل من الأجر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. بارك الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك يا شيخ كان لي عندك سؤال آخر. اتفضل. عندي طفلين ربنا يبارك فيهم يا رب ويحفظهم. دليل طفل 3 سنين وطفلة سنة، بس ما عملتش لهم عقيقة يعني بسبب الظروف المادية وكده. طيب. فممكن أعملها يعني في أي وقت عادي ولا عليش؟ ممكن عق ابن سيرين عن نفسي عند الكبر. تمام، يعني في اي وقت عادي متاح لما ربنا. نعم. ييسرها ممكن اعملها. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ مصطفى. تفضل. بما تنصح الطالب الذي يريد ان يتعلم علوم الدين ان يبدا في ظل هذا التشتيت الذي نعاني منه؟ يركز على القران والسنه. القرآن والسنة. أيوه. أنا سؤال تاني بعد إذنك. طيب. تفضل. حضرتك أحيانا يعني لما الواحد بيتضايق أو حد بيتضايقه ففي نفسه كده ممكن مثلا، بس أنت مش بتشتم أو بس في نفسك، هل نحاسب على هذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. طب لو تكلمت وأسمعت نفسك هأخذ به؟ لا تتكلم وخلاص، ما تتنطعش يعني. شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ أنا عندي سؤال. ما هو السؤال؟ أنا كنت حاطة ودائع شهادات استثمار في البنك، كان ساعتها من 7 سنين، وكنا يعني بنتحرى جامد جدا، وخدت فتوى الشيخ طنطاوي. ما كنتش عارفه، سالته وهو قال ان دي حاجات. يا اختي عفوا لا تقول لي سالته وقال، انت سأليني سؤال وخلاص، ما سؤالك؟ ايوه، فانا دلوقتي عمري 68 سنه. وانا عايشه على الارباح اللي بتطلع لي من الودائع. عايشه على الربا، تاكلين الربا. وما عنديش معاش وما عنديش اي حاجه وما اقدرش اعمل اي مشروع، واديت فلوسي قبل كده لتاجر يتاجر لي في سنتين ثلاثه كويس، وبعد كده تقريبا الخساره خسرت واداني جزء من الفلوس وجزء ثاني. انت يعني تعيشي في الربا وتاكلين الربا الان.
شكرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ، زوجي عنده شقة تانية غير اللي احنا ساكنين فيها باسم والدته، ويرفض رفض تام ان هو يكتبها باسمه هو، عنده سيارته باسم والده، كل املاكه وفلوسه في بيت والدته ووالده. دلوقتي في احنا مطلقين وهو في رجوع عايز يرجع، فانا بقول له اكتب الشقة بتاعتنا باسمي، هو رافض رفض تام يكتبها باسمي، انا كده حرام عليا ومعايا ذكور. عفوا، يعني انت مطلقة؟ تمام. وزوجك خلاص العدة انتهت؟ تمام. العدة انتهت، لست بزوجة له. تمام. فهو يريد التقدم لك. تمام. لك أن تشترطي ما شئت، لأنه زواج جديد والعدة قد انتهت. هو بيقول لا يجوز لأن دي حاجته وهو خايف مني وأنا أمينة. عفوا، ما هو أنت دلوقتي المفترض لك مهر جديد لأنك زوجة جديدة. تمام. لأن العدة انتهت، لست الآن بزوجة، فإذا تقدم لك سيتقدم كخاطب من الخطاب. تمام. الخاطب الجديد لك أن تشترط عليه من الصداق ما شئت، وله أن يوافق أو يرفض. طب هو صح أنه يكتب أملاكه باسم والده ووالدته ويرفض رفض تام أنه يكتبها باسمه هو؟ يا أختي أنت حاجة ترجع لي، أنت مالك وماله الآن؟ أنا أكلمك أنت في نفسك الآن، أنت لست بزوجة، ما تشغليش بالك به. إذا أراد أن يرجع إليك قولي له شروطي للرجوع كذا وكذا بس. حاضر. الله يكرمك. السلام عليكم. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله انا بخير. عندي ثلاث اسئله في الحديث لو سمحت. تفضل. اول حديث، حديث قدسي، الله سبحانه وتعالى يقول تسب لابن ادم ان يقول اني لي ولد. كذبني ابن ادم. يسب ابن ادم يسب. ايوه معروف الحديث. صحيح. أي صاحب لفظ قريب. نعم يا شيخ. وحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يصل عن أربع. في علة خفيفة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا شيخ مصطفى، ما بنيجي نقرا في الكتب مثلا بنلاقي كلمة الحافظ، الحافظ ابن رجب، الحافظ ابن كثير، معنى كلمة الحافظ يا شيخ مصطفى؟ كان يطلقونها على من حفظ عددا كبيرا من الأحاديث. تمام، شكرا شكرا. الله يسلمك. حاجة أم فهمي، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، كنت بس عايز أسأل عن سؤالين. يعني في مقرأة بيقرأوا يعني نساء ختمة قرآن، فهل مع الختمة ديت لو قلنا دعاء، يعني الدعاء اللي هو في نهاية المصحف أو دعاء تاني، ده فيه بدعة؟ لا نستطيع أن نبدع، بس هو كل ما ذلك يشهد لصنيعكم. أنس بن مالك، فعل أنس بن مالك، كان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا انتهى من القرآن جمع بنيه ودعوا. لكن يعني طيب. رسول الله لم يرد شيء في هذا الباب، شيء في هذا الباب. طيب خير بإذن الله. طيب في هو كفارة اليمين يعني لازم بالترتيب ولا الواحد يختار مثلا منها الصيام مثلا؟ لا، إطعام، إذا عجزت عن الطعام صمتي، لأن الله قال فمن لم يجد فصيام، فصيام لا يذهب إليه إلا عند عدم وجود الكفارة. طب لازم مثلا الكفارة يبقى مثلا إطعام لحمة مثلا أو رز أو كده ولا طعامك المتوسط، 10 وجبات من طعامك المتوسط. 10 وجبات من الطعام المتوسط. جزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل. تفضل. ما حكم قول البعل المشتري؟ نعم. ما حكم ايه؟ خلص سرعة. قول البائع ادفع الباقي لاحق. ادفع الباقي لاحق. ما في مشكلة الا في الذهب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك يا حضرة الشيخ.
حضرتك. وياك اتفضلي. كنت عايزه اسال حضرتك، انا وزوجي احنا الاثنين موظفين، وصداقتنا الشهريه معظمها بنصرفها على الاهل، والاهل يعني مقتدرين وكده، بس احنا عايزين نعرف ايهما افضل. صدقه شهريه، ما عليكم صدقه شهريه، الزكاه سنويه. لا احنا بنتكلم على الصدقه، الصدقه اللي احنا بنطلعها كل شهر. الصدقه اذا كان الاهل حالهم طيب فغيرهم اولى. طيب مش هو افضل الصدقه صدقه تنفقها على اهلك؟ اذا كانوا محتاجين. لكن يعني هم الحمد لله ميسورين، فاحنا مثلا يبقى بسيط وباقي صدقات للناس المحتاجه افضل دايما. طبعا طبعا افضل، محتاج افضل. افضل اخراج الصدقه في شكل مال ولا في شكل طعام؟ على حسب حال الفقير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله أنا بخير. الحمد لله. أولا هل يجوز لي تسجيل هذه المكالمة ولا؟ لا مانع تفضل. طيب تمام. أنا تسجيل. شيخ مصطفى أنا أعطي بعض المحاضرات في علوم القرآن، والحمد لله يعني بيحضر لي عدد كثير على الأونلاين يعني على النت. وأنا حضرتك معايا؟ معك. طيب وانا مقبل يعني على الزواج، ففي حد اقترح لي واحده منتقبه والظاهر انها كويسه يعني، ف يعني انا هي من الناس اللي بيحضر الدروس، انا مش عاوز ان انا اروح يعني اتقدم ليها واشوفها، ربما ما يحصلش توافق فهي كده يعني هتخسر، مش هتعرف تحضر لي تاني، هيكون الموضوع فيه حساسيه شويه، وغير كده هي يعني معلمة في مكان أنا فيه، فهي هتخسر حاجات كتير، فهل يحق أو هل يجوز ليا إن واحدة من الأخوات تساعدني تبعت صورة ليها، بحيث لو في قبول أروح، مفيش يبقى خلاص أمنع الموضوع من البداية، بحيث هي ما تخسرش الحضور وتخسر الحياة التانية دي، ولا لا يجوز؟ ممكن. طيب جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إزي شيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير. حضرتك كنت عاوز اعرف معنى حديث النبي عليه الصلاه والسلام، ان احدكم ليعمل بعمل اهل الجنه فيسبق عليه الكتاب بعمل اهل النار. معناه ان الاعمال بالخواتيم، ويسبق عليه الكتاب الذي كتب عليه قبل ان يخلق، فكل شخص كتب مقعده من الجنه او مقعده من النار. طب مثلا هو الشخص مثلا بيعمل اعمال صالحه وازاي مثلا ربنا يختم على بسوء؟ والله يا شيخنا كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ان الله عليم بما يصنعون، ما لنا ان نتدخل فيما لا يعنينا. نسال الله حسن الختام. جزاك الله خير سيدنا. وياك. هل يجوز صرف الزكاة للاخ المتزوج الفقير؟ نعم يجوز. السلام عليكم. السلام يا عبد الرحمن، تفضل. استاذنا يا شيخ مصطفى عندي ثلاث اسئله سريعه ان شاء الله. تفضل تفضل. هو السؤال الاول، احنا كنا قاعدين في بيت ايجار قديم، وانا سمعت ان الموضوع ده حرام، فكلمت حد من ملاك العماره، هم عرف كتار يعني، وقلت لهم شوفوا عايزين كام ايجار وكده ويعني ادوه لكم، فهم قال لي هشوف مع الورثه، بس جه بعد كده قال لي الورثه بيقولوا ان هو يعني انت بتعمل كده عشان تقعد في الشقه وما تخرجش منها بعد كده، ومش موافقين يعني. فهو انا لو والدتي انا مش قايل لها الموضوع دوت عشان ما مش هتوافق وهيحصل مفسده يعني لو قلت لها، فاتصرف ازاي في الوضع ده؟ اعطيهم اجر بدون ورقه ولا شيء. يعني ادولهم، مش هبقى مثلا قاعد عافيه مثلا او حاجه، اديهم الفلوس وماليش دعوه. معلش الصوت قطع يا شيخ مصطفى. اعطيهم الفلوس وبعدك اذا ربنا وسع واشتريتها منهم او اشتريت في مكان اخر خلاص اللي من مشقتهم. جزاك الله خير. انا بس اسال السؤال الثاني ان شاء الله. هو احنا لو احنا موضوع الصور اللي في البيت ده انا شلته، بس هو لسه في الدرج، هل ده يمنع مثلا عشان صور عائليه وكده، هل ده يمنع دخول الملائكه البيت؟ ان شاء الله ما يمنعش. تمام. والسؤال الثالث ان شاء الله، لو هو القول ان مثلا موضع تبارك الركن اللي هو ان انا اصل اليه في الرقعه اللي بعدها، هل القول ده حضرتك بترجحه او هو ده الصحيح؟ يعني انا فاتتني مثلا الركوع، يعني لو وصلت للركوع في الرقعه الثانيه يبقى هو الرقعه دي لاغيه واكمل الرقعه، لو ما وصلتوش ارجع للموضوع الركوع ثاني. لا مش فاهم. قاعد
يعني مثلا انا فاتني ركن في الصلاه السجود مثلا وقمت القراءه، نعم اقدر ارجع له لحد ما اوصل للسجود الركعه التاليه؟ يعني موضع تدرك الركن، يعني ان انا امتى ارجع للركن وامتى يبقى ما ارجعش للركن والركعه دي تتلغي واجيب ركعه جديده؟ لا ماشي مرتب للزوج سبقك في شيء تاتي به ولا ستفارق اذا تركت ركنا؟ تمام، بس قصدي لحد امتى اقدر ارجع له؟ لو انا قمت مثلا وشرعت في القراءه في الركعه نسيت السجود وقمت قرات مثلا في الفاتحه، هل ارجع له ولا لازم ترجع له قدر الاستطاعه؟ معلش يعني ايه الضابط بتاع قدر الاستطاعه؟ ما في، ما هو دلوقتي الان انت قمت ولم تسجد، تمام، منفرد ولا امام؟ لا منفرد مثلا. منفرد، قمت ولا تسجد؟ هو انا امام مثلا طالب الناس، هل في فرق؟ متى ذكرت، يعني متى ذكرت انك لم تسجد؟ تمام، متى ذكرت؟ ذكرت عند القيام في السجود وذكرت وانا اقرا الفاتحه. ذكرت انك لم تسجد. تمام، تسجد. تمام، ولو كنت هكذا ولو كنت برضه تذكرت اثناء الركوع اسجد. حتى طب لو تذكرت بقى اثناء مثلا السجده الثانيه يعني مثلا في السجود في الركعه التاليه تاتي بركعه جديده. اتي بركعه جديده، جزاك الله خيرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير، ازيك يا جلال؟ كيف حالك؟ عم الشيخ ربنا يزيدك من فضله يا رب. وياك يا في حاجة كده يا عم الشيخ، دلوقتي الناس كلها بتبيع السلع، يعني مثلا إذا كان زيت بيبيعوا ال 800 على أساس إن هو اللي بينوا للناس، اكتب هذه 800 جرام. لا ان الناس كلها، ما هو الناس بيبقوا في التجارة لازم يبينوا للناس. حاضر يا عم الشيخ. السلام عليكم. مصطفى. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدين حضرتك، هل لي حق على أهلي كان يعد لي الطعام؟ الزوجة يعني؟ لا، أهلي، أمي أو إخواتي، وأنا عندي 20 سنة. لا يلزمهم ذلك، ان فعلوا ذلك فعلوا معروفا معك تفضلا منهم. ايوه تمام. طب انا احيانا يا شيخ مصطفى لما في البيت مثلا بيعملوا حاجه انا بقول لهم ما تعملوش كذا، يعني حاجه بتضايقني، ويجوا يعملوها فبتضايق وبتعصب جدا، هل عليا اسم؟ ليس عليك اسم، سهون على نفسك شويه. انا يعني بستعمل كتير وبعرفهم كتير، ومره واثنين وثلاثه يا جماعه بالله عليكم ما تعملوش حاجه دي، وبرضه بيرجعوا يعملوها. ايه يعني الحاجه دي حاجه محرمه ولا ايه؟ لا مش حرام، يعني مثلا انا واحد يعني اوضتي مثلا بحدد حاجه معينه، مع اوضتي انا خاصه بس حاجه حد يخش ياخدها من غير ما يقول لي او ما يعرفنيش، اجي انا ادور عليها فين؟ طيب اعرف ان حد عرفني. لا تغضب، وصيته رسول الله، لا تغضب لا تغضب لا تغضب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. أخبارك يا شيخ الفاضل؟ الحمد لله بخير. ربنا يجزيك خير يا شيخ مصطفى. وياك. دلوقتي يا شيخ مصطفى فيه شخص ربنا يبارك فيه ملتزم بحفظ القرآن، جه قال لزوجته اللهم صل على محمد اعملي طعاما. طيب. فقالت والله لا مش هعمل الطعام ده. طبعا كان في عامل عندهم واللي عمل الطعام من هذا العام. فقالت والله لا اعمل هذا الطعام. سمعت يا شيخ مصطفى؟ ايوه نعم. اقسمت انها تعمل الطعام عندهم عامل. فالشخص قام قال لها روح على ايه؟ على بيت ابوك. طيب روحت على بيت ابوه، وبعدين؟ فبعدها ابوه دلوقتي قال له طلق. ايه؟ ابوها بيقول له طلق. ايوه. بيقول له طلق ازاي تقول لها روحي؟ ايوه. أنا طالب من دلوقتي القايمة، يودوه القايمة بسرعة الله. أنت الزوج؟ نعم. طالب منك القايمة؟ نعم. ما طالب عشان يرفع لك قضية ولا إيه؟ قال لك يا إما تقوم ارفع لك قضية وآخذ منك كل حاجة. أدخل واحد للصلح. والله دي اللي حصل. أدخل واحد للصلح. دخلنا ناس في الصلح. قال لك يا عم الحاج ازاي يقول لها روح؟ ايوه انت غلطان، انت غلطان طبعا. بس هي غلطانه، ازاي اقول لها اعمل اكل لهذا الرجل وتقول والله من عامله؟
لا برضه مش الغلط مش غلطها مش كبير، غلطك انت اكبر. طب حتى لو هو غلط كده ورحت قلت انا عايز اجيبها مثلا ثاني يقول لي لا، يقول لي لا اطلق وانا عايز القايمه. وعلى حسب موقفك انت، كنت فظ غليظ ولا كنت لين؟ لا لين، لا ضربت ولا اشتمت ولا اي حاجه، انا بحفظ قران وانا بعمل بالقران، انا ازاي بحفظ قران واشتم؟ على كل حال دخل واحد يصلح بينكم. شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لحضرتك يا شيخنا. الحمد لله بخير. الله يحفظك ويعزك يا رب. السؤال لحضرتك، هل يجوز ذبح النية للذبح للأضحية والعقيقة معا، في يعني أضحية كبيرة؟ يجوز عند عدد من العلماء للاشتراك سبعة في الأضاحي وسبعة في دماء التمتع في الحج ودماء القران، جوزوا كذلك الاشتراك في العقيقة، سبعة أشخاص سبعة بنات. الله يحفظك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. لو سمحت، لو أن سؤالي سأجعله في أمثلة بتسمية أشخاص. أن مثلا زيدا قرأ علي رواية وأجزته بإجازته، ثم أنني حصلت على إجازة بعد قراءة زيد علي، فهل يجوز لي أن أجيز زيدا بالإجازة التي حصلت عليها بعد انتهائه من ختمته علي؟ وسيختم عليك جديدا، اكتب له إجازة بالذي ختم عليك. لم يختم. خلص لم يختم، لا تكتب أنه ختم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا حبيب. وفيك الله يسلمك. سؤال يا شيخنا، هل يجوز أن ألقي كلمة بعد صلاة العشاء للناس هناك جماعة أخرى يصلون، هل هذا يمنعهم من التركيز في الصلاة؟ والله يعني إذا انتظرت إلى أن انتهوا أفضل، إذا كان مسجد صغيرا انتظرك إلى بعد الدرس بعد الصلاة للتدريس أفضل. الناس يذهبون بعد الصلاة مباشرة، فأحدثهم مثلا دقيقتين فقط أو ثلاث دقائق درس واحد قبل أن يذهبوا يعني. لا في مشكلة، دقيقتين ثلاثة ما فيها مشكلة. السلام عليكم. عفوا شيخ اتقطعت على بس أول مرة. تفضل. احنا نتفق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا معشر الرجال، من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسل حليلته إلى الحمام. لا دي في كلام، أصلا ده في كلام. نعم يا شيخ. في كلام. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك اسم الشيخ؟ الحمد لله. استفسار بس بعد إذنك سؤال. تفضل. أنا شغال برا مغترب يعني، والكفيل أو اللي شغال معاه شيعي، في مشكلة في دي ولا عادي؟ هل يؤثر على دينك؟ لا ما فيش علاقة، حتى مثلا لو كي مرة مثلا الفطار في رمضان لقيت الوضع مختلف غيرنا، فما ما عادش عملتها تاني. يعني هل يؤثر عليك في صلاتك أو في عباداتك أو في لا لا لا. أو في معتقدك؟ لا 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 ما فيش. خلاص لا بأس، شكرا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. أنا اسمي ضحى، عايز ازيك حضرتك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله. اسمي ضحى، كنت عايزة حضرتك تختبرني في ربع ياسين وتفسير جزء عام. مش انت سألت أول أمس واختبرناك في ربع ياسين؟ نعم. أنت اتصلت أول أمس واختبرناك في جزء ياسين أو واحدة غيرك؟ ديت واحدة غيري مش أنا. جزء ياسين فقط ولا ربع ياسين وتفسير جزء عام؟ ربع ياسين وتفسير جزء عام. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. حسبك بارك الله فيك أكرمك الله. شكرا لك قراءتك طيبة والحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله أنا بخير. الحمد لله عبد الرحمن ما يا عبد الرحمن. تفضل. إذا دخلت المسجد يا شيخ مصطفى الإمام راكع. أيوة. اركع معه. فمثلا هو يقوم يستمع الله لمن حمده. الركعة تحسب أم لا؟ إذا أدركته راكعا محسوب ركعة، أدركته وقد قام لا تحسب. طيب بعد إذنك يا شيخ مصطفى بالنسبة للصدقة الجارية. يعني الصدقة الجارية. أفضل صدقة جارية تقدم المتوفى يعني. حسب حال المكان الذي أنت فيه. نعم؟ حسب حال المنطقة التي أنت فيها. تمام. بارك الله فيك يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد إذنك عم الشيخ كنت عايز سؤال أسأل حضرتك سؤال كده. تفضل يا حبيبنا. الشيخ موضوع البناء بالتقسيط. البناء بالتقسيط كان جملة لا بأس، تفصيليا قال لك ستتكلف 10 وبالتقسيط وأضيف عليك فايدة إذا تأخرت في السداد قيمتها. طيب حضرتك أنا أتكلم حضرتك بالتفصيل يعني. هو حضرتك هو مش مقاول. مش مقاول لا تفعل. لا تفعل. هو يعني نظام مقاول كده يا شيخ. لا يجوز. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك سيدنا؟ الحمد لله اتفضل. الله يبارك فيك. لي اخ سالني سؤال اساله لحضرتك. الله المستعان. نذر نصف عجل وعنده عقيقه لبنتين، هل يجوز انه يذبح عجل يبقى نصف العجل النذر زائد العقيقه بتاعت البنتين؟ ينوي ذلك في اول الامر. ينوي ذلك قبل الذبح. ايوه. يجوز ان شاء الله. الله يسعدك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيك، تفضل. كنت عايز اسأل حضرتك على حاجة ولا تحزن مني يعني. تفضل. يعني دلوقتي لو في شخص توفى مات يعني الساعة 1 صباحا بالليل مثلا. ايوه. المفروض احنا نعمل ايه في الجثمان لحد الصبح؟ لحد ما حد يجي يغسله أو لحد وقت الغسل، المفروض احنا نقف الجثمان كما هو في نفس المكان، نخلعه هدومه، المفروض نعمل ايه؟ ولا أي حاجة تدعو له خلاص، ولا فقط تتركونه في المكان الذي مات فيه وتنقلونه في مكان أبرد شيئا ما حتى لا يتأذى الناس منه. بارك الله فيكم. طب واللبس ووضع رقبته وإيده وكده؟ ما في أي شيء على في النص، المهم تضعوه في مكان آمن وتدعون له ولا تدعون على أنفسكم. بارك الله فيكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. الحمد لله. معلش يا شيخ عندي استفسار. معلش. اتفضل. دلوقتي كان من حوالي من 2016 تمام؟ كان عندنا بيت وحصل عليه وضع يد. فعشان المشكلة كانت تتحل كان لازم مبلغ من المال يدفع. إيه؟ انا دفعت مبلغ كامل من ايراد من معايا انا، وانا ليا 5 اخوات. فالمبلغ كبير تمام. بعد ما المشكله اتحلت فالمبلغ غير الاسعار او غير الوقت اللي احنا فيه حاليا. ايه الموقف في ذلك؟ هم اجبروك على الدفع وانت دفعت من قبل نفسك؟ لا انا دفعت ليهم كلهم. هم يعني موافقون لك وانهم لا كانوا موافقين. كانوا موافقون. وان هذه ديون عليهم لك. وهم ديون في ديون ليهم عليا. ديون لك عليهم. تمام. طيب يسددوا الديون التي عليك. لا هم ما لهمش حاجه عندي.
انا اللي ليهم، انا اللي عندهم. ايوه يسدد الديون لك بنفس السعر اللي هو اللي انا دفعت بيه ولا ايه؟ انت دفعت جنيهات؟ جنيهات دف 1000 جنيه دفعتها على 10 افراد مثلا. تمام. يبقى كل واحد قال لك 100 جنيه. ملهاش علاقه بالاسعار اللي احنا فيها دلوقتي. ملهاش علاقه بالاسعار. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. ادعي لاولادي وابنائي بالهدايا يا رب. الله يهديهم وزوجاتكم وزوجاتكم ويهدينا واياكم جميعا المستمعين والسماعات. عندي سؤالين حضرتك. اتفضلي. احنا حاطين ميل يشتغل عند واحد، يعني واحد ثقه، يعني بناخد ارباح على حسب المكسب يعني والخساره. نعم. الشيء دوت يجوز ولا ما يجوزش؟ ثانيا بقى، يعني واحد شغل لكم المال شغله في شيء حلال ولا في شيء محرم؟ لا بيشغله في شيء حلال، عقارات، مزارع فراخ، اعلام. لا بأس، لا بأس. تمام. طيب هو حضرتك يعني احيانا مثلا انا بحتاج مال، وطبعا مش ما فيش سيوله ان انا اخدها على طول، فمثلا باخد من امي او اخويا او اي حد يعني من اهلي، واقول مثلا هاخده لمده 3 شهور 4 شهور، وكأن المال دوت انت هتاخد مكسبه من عند راجل، يعني كأن ال 10,000 ال 5,000 ال 20,000 مثلا، كأن دي فلوس. يعني عفوا، انت تاخذي المال لتشغيله او تاخذي المال كقرض؟ يعني انا باخده منه واقول له انت كأن الفلوس. مش كأنك، ليس كأنك، انت واخد المال من اخيك او من امك لتشغيله او قرض حسن، بس سؤال. لا يعني باخده الحاجة مش هشغله، باخده عايز اشتري حاجة مثلا أو كده. يا أختي مقترضاه ولا واخدين للتشغيل؟ إذا كنت مقترضاه فإذا أخذت 1000 ترديها 1000، إلا إذا تفضلت أنت وزدت زيادة لا بأس عليك من نفسك. لا يعني أنا دلوقتي حضرتك بقول لهم أنا هاخد منكم ال 20,000 دي، وكأن الفلوس اللي عند الراجل دي أنتوا اللي هتاخدوا مكسبها الثلاث. يا أختي حرام كده، حرام، لا يجوز. هذا لا يجوز؟ لا يجوز طبعاً. الا اذا انت دخلتها تشغيل، يخسروا ويكسبهم. تشرف يا محمود شيبه، الحمد لله، بس كلمني متى ستاتي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل شيخنا. ازي حضرتك؟ الحمد لله. اتفضل شيخنا. الله يكرمك. انا عملت لابني عمليه كبيره، وعايز اذبح الناس سبحانه وتعالى. شكرا لله. اذبح ما المانع؟ فهل يجوز ان انا ادخل معاها ان اعمل في التذبيحه دي عقيقه للابناء؟ انا كان نذرا؟ لا لا. كان نذرا؟ لا. اذا لا باس. انا كنت انا عندي ربنا رزقني بخمس اولاد، اربعه ذكور وبنت. الثلاث ذكور الاولين انا عققت عنهم قبل كده، بس عن كل واحد بشهوة واحد. طيب هل الذبيحه تكفي بقى عن هي الذبيحه سبع اشياء وهذا فقس؟ يعني جزء ابنها يدخل في جزء ان هو الذبح لله سبحانه وتعالى، شكر لله على العمليه. يعني اذا كنت لم تنذر الامر في سعه، ما نذرت، انت لم تنذر ان تذبح لان الله اعطاك من النعم، ما نذرت. فتسأل ان انا اذبح بقرة جزء منها عقيقة وجزء شكر لله، لا مانع. تمام. السلام. بارك الله فيك يا محمد بن نصر. السلام عليكم. وعليكم فضيلة الشيخ. الحمد لله. فضيلة الشيخ، احنا عندنا المقابر، طبعا هي غرفتين تحت الارض، غرفة للنساء وغرفة للرجال، ونحن مع الاسف مضطرون ان احنا يتم نقل. شيبة الحمد غدا مشغول، اتفضل. مضطرون ان احنا يتم نقل رفات الموتى، غرفة النساء وغرفة الرجال، احنا في اضطرار ان احنا ننقلهم. ماشي. اريد ان اعرف الطريقة الشرعية لنقل الرفات. ما ولا في طريقة شرعية ولا شيء، انبش القبر وطلع الأرض مع الجنب وكوني رفيقة، إلا أن تؤسسوا القبور وتضعي في المكان الثاني برفق، ليس هناك طريقة شرعية ولا شيء. طيب هل يجوز أن أضع كل عظم النساء في كفن واحد؟ كله جائز ضرورة. نعم. طيب هناك شخص اقترح أن يعني يتم فتح المقبرة لعدد الموتى ليتم نقلهم ثم تغلق مرة أخرى. بلاش وسوسة يا أختي، هل يجوز؟ بلاش وسوسة يا أختي، بلاش وسوسة، الله يهديك. يس، بلاش تعقيد على النفس وعلى الناس.
يعني لا خلاص عقدت على النفس انقل واحد واحد الامر المسهل ماتوا من زمن ولا انت تعرف هذا من ذاك اصلا. السلام عليكم. عليكم السلام احمد عصام يحيى تفضل. عاوز اسال عن ثلاثه احاديث. الحديث الاول صدقه السر تطفئ غضب الرب. ما لا يصح لا يصح. دعوا مرضاكم بالصدقه. لا يصح. ثلاثه لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم. احتاج مراجعته. طيب الله يكرمك جزاك الله خيرا يا شيخ. وياكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله بخير. بقول لحضرتك دلوقتي انا كنت بقدم على معاش تابع لوزاره التضامن تمام. فالمهم الشروط كلها منطبقه ما عدا شرط واحد اللي هو السن. السن غير منطبق. لا استطيع ان افتيك بالتزوير. تمام. هو مش تزوير هو صاحب اللي بيقدم لي يعني قال انا ممكن اقدم لك بطريقه قانونيه بس لو حدثت البيانات بعد كده المعاش هيقف. عموما لا استطيع افتي بالتزوير. الله يستر عرضك. تمام شكرا. ولك بمثل يا محمد بونويف مش عارف اسمك. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يبارك فيك. ازيك النهارده؟ يعني كنت في الشغل وتعرضت لفتنة كده والحمد لله يعني ربنا نجاني منها وما ذنبتش يعني الحمد لله. بس حاسس ان انا يعني قلبي مش يعني في اثر مش حبه يعني. استغفر الله. لكن الفتنة ما زالت قائمة أو انت لا هي كان في بنت جت تعرضت لي فأنا بعدت عنها ومشيت. بس حاسس إن أنا ماشي وأنا يعني قلبي متضرر من مش عارف يعني. يا أخي الله يسلمك عرضك تعوز بالله مش ترجيم. هي موظفة معك ولا يعني عارضة؟ لا ده حاجة عارضة. لا خلاص الحمد لله ربنا سلم. الحمد لله. طب اعمل ايه عشان ذكر الله؟ الحمد لله الحمد لله إيه؟ الذي نجانا الحمد إيه؟ لله. مش سامع. الحمد لله الحمد لله. ذكر ذكر ذكر. اقول الحمد لله؟ ايوه قول الحمد لله. ولا حول ولا قوه الا بالله. استغفر الله. شكرا. مرحبا يا شيخ هاني ابن علي حفظك الله. السلام عليكم. السلام عليكم السلام. شيخ ما تفسير حديث أنت وملك الأبيك؟ الحديث هذا فيه ضعف. عمومات الشريعة تخالفه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. صحيح ولدك يا مولانا. طيب ولا الحمد لله. الحمد لله. في سؤال بس بعد إذنك. دلوقتي لو أنا بسافر وبيبقى في ناس في القطر بيبقوا تبعي يعني هم عارفيني فبركب القطر يقول لي مش هندفعك التذكره هل ده يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. يعني لازم ان انا اعمل هل القطار لهم؟ لا هم شغالين في القطار. ليس لهم القطار. ليس من حقهم ان يخربوا اقتصاد الدوله. طيب هل انا علي اسم؟ انت مشارك معهم. انت المفروض تجيب تذكره كالناس هم يركبونك بدون تذكره. جنانة. ادفع تذكره وقطعها حتى رمضان عبد النادي عبد النبي غير اسم عبد النبي يا رمضان. السلام عليكم. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمه الله. شيخنا الكريم اتفضل. طيب يا شيخنا انا احفظ القران الكريم وحفظته او قراته بقراءه عاصم علي رضي الله عنه ورحمه الله. وكنت عايز ابدا في طلب العلم الشرعي. طيب. يعني ذهبت الى احد العلماء ربنا يبارك في عمرهم فقال ابدا في حاجه في النحو الاول وبعدين بدانا في حاجه اصول التفسير فحس ان الموضوع في مشقه شويه. فهل هذا صحيح ام انني ابدا في شيء اخر؟ احفظ القران واقرا كثيرا في السنه. أنا حفظت القرآن بفضل الله. يبقى السنة أكثر كثيرا في السنة.
ابدا باي شيء يا شيخنا؟ السنه ابدا برياض الصالحين، اذا كنت قويا اقرا لؤلؤ المرجان فيما اتفق عليه شيخان، وزورنا زياره نرتب لك درس لطلب العلم ان شاء الله. يعني اتي لحضرتك؟ اي باذن الله نرتب لك جدول لطلب العلم وانت في بيتك. ممكن انا حضرتك مين الصندوق ايه معلش؟ مين السمنود؟ مين السمنود؟ معلش مين السمنود ايه؟ مركز اجاده قهلي. مركز اجاده قهلي، جزاكم الله خير. محمد طلبة وجزاك الله خير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ مصطفى. اتفضل. أسأل الله أن يطيل عمرك على عمل صالح. يا رب وإياك والسامعين والسامعات. اتفضل. معلش يا شيخ عندي بس سؤال. اسأل. دلوقتي يا شيخ أنا بفضل الله في كلية طب أسنان، ويعني في بعض الدكاترة النساء بيشرحوا لنا بعض المواد. ماشي. فانا يعني ما ساعة الشرح ببص بنظر الى وجه الدكتورة يعني. خف شوية. على حرج. خف شوية ترى بنفسك شوية. قدر تستغض البصر. ما هو بس يعني عشان انا قصدي بس والله ان انا اركز مش ما تركز في الشرح يعني ولا ركز. لا مع الشرح مع الشرح. المهم غض البصر قدر استطاع. ماشي جزاك الله خير. بقول لك وقع الدرس علاج ايه يا طبيب اسنان؟ نعم لا انا لسه في سنه ثانيه يعني. طيب امك كانت تقول اشرب شويه ميه وملح يشد اللثه شوي، صح الكلام ده ولا لا؟ صح يا شيخ بس يعني ده لسه الدنيا طويله معانا شويه. الله اسال والدتك بقى شوف. الله يبارك فيك، الوصفات البلديه دي احيانا لها تاثير يا اخو. شاي على زنجبيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز اسال حضرتك سؤالين. سل. بالنسبة لسنة ركعتين بتاعة صلاة الفجر، لو انا مش لحقت اصليهم. انت من ابو كبير ولا مين؟ اعوديهم بعد الجماعة. انت من ابو كبير؟ اه. مفهوم، اتفضل يا ابو كبير. اتفضل. سنة صلاة الفجر. ايوه، صليها بعد الفجر. طيب الجماعة الثانية اللي بعد الجماعة الأولانية لها أجر الجماعة ولا زيها زي المنفرد؟ لا لها أجر إن شاء الله، لها أجر. من يتصدق زي قول النبي يعني؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا دل على ما ذكر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شيخنا الكريم. تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم العيافة والطيرة والطرق من الجبت. هذا السند ضعيف، سند هذا ضعيف. طيب ما معنى العيافة والطرق؟ الطرق زر ضرب الرمل، تعرف ضرب الرمل؟ لا. تعرف المرأة العجوز التي كانت تمشي في الشوارع أولا تقول أضرب الرمل وأشوف البخت وتخطط خطوط وبالبيض هذا ظني والله أعلم. نعم. في تفسير الطرق والعيافة والعيافة أرجع لك العيافة إن شاء الله لأن في أكثر من قول أيضا. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم. ضعيف يا شيخنا. الحمد لله. ليه بس سؤال عند حضرتك بعدين. سأل. الله يكرمك. هل صح الخبر يا سيدنا اللي هو بتاع خلى الاخنس بابا جهل فقال له ايه؟ لما خلى الاخنس بابا جهل. خلى الاخنس بابا جهل. بالظبط. لما خلى الاخنس بابا جهل وقال له محمد صادق ام هو كاذب؟ لا اعلم له سندا ثابتا. يعني لا يصح. هذا علمي. انا اقصد يعني هو حضرتك ما تقدرش تحكم هل ده صح. لا ما رايت له سندا صحيحا في السيره. تمام شكرا جدا. الله يسلمك. السلام عليكم. شكرا مصطفى الخطيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. انا اللي كنت لسه بكلم حضرتك اولانا على القطر. عذرا بس اكمل سؤالي بعد اذنك. اتفضل. ربنا يبارك في عمرك. دلوقتي انا حضرتك قلت لي ان انا عليا اسم اركان، طيب انا دلوقتي ايه الحل ان انا يعني اكفر عن الاسم دوت؟ مش فاهم، لم افهم. اعمل ايه؟ ما سمعتك، قاعد سؤالك.
دلوقتي انا كنت بقول لحضرتك ان انا في ناس بيبقوا شغالين في القصر ويقولوا لي ايوه ركبوك بدون اجره. ايوه لا يحل لهم ان يركبونك بدون اجره، واحد كمثري ركبك بدون اجره، اشتري التذكره وقطعها اضاف اي مكان. يعني اعمل كم وكم تذكره؟ اضاف اي حاجه، اما تذاكر واما اي مصلحه، اما من مصالح المسلمين. بتبقى بنيه الموضوع ده؟ بنيه الموضوع ده ان شاء الله ماجور. جزاك الله خير يا محمد طلبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. اتفضل. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله انا بخير. بس انا انا بس نفسي اسال حضرتك سؤال بس. اتفضل اسال. معلش يا شيخ، انا لي واحد صاحبي بيفتح كافيه، فهل مستحب او حرام؟ هو سالني وانا ما قفتوش، يعني انا بس قلت هسال حضرتك وانت تفيدنا، يعني ان هو عايز يعمل زي نظام شيشه او حاجه زي كده، حلال ولا حرام؟ حرام، شيشه حرام. وبعدين هيعمله مختلط ولا لا؟ يا شباب بس. حرام الشيشه، حرام الشيشه، حرام. ايوه قطعا قطعني. خلاص ماشي. مضرة ولا غير مضرة؟ كان يا عبد الرحمن بهذا القدر اجتزئ، حمدا الله مصليا وسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك اليد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، لك الحمد أنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق، الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ولك أسلمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا يا رب العالمين. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمتي الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين واغفر لنا يا خير الغافلين وافتح علينا يا خير الفاتحين وانصرنا يا خير الناصرين واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا أرحم الراحمين وأكرم منازلنا ووسع مداخلنا يا خير المنزلين، واجعل لنا لسان صدق في الأولين ولسان صدق في الآخرين ولسان صدق في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، يا ذا الفواضل يا ذا المعارج يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يثق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ونعوذ بك من الحول بعد الكور يا رب العالمين. اللهم طيب أقوالنا وحسن أخلاقنا وأصلح أعمالنا وأخلص نوايانا لوجهك الكريم يا رب، وأسلل سخائم قلوبنا يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاك. أعوذ بك يا ربي من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يثق بخير يا رحمن. أعوذ بك يا ربي من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم كن لنا وليا ونصيرا وظهيرا وكن عنا وكيلا يا رب العالمين. اللهم هب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اصرف عنا السوء والفحشاء واجعلنا من عبادك المخلصين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.